أهلا وسهلا بكم. تجري عملية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المرحلة الحالية، عملية تحديث سجلات الناخبين والتسجيل البايومتري في عموم العراق، وحاليا الوتيرة بتصاعد في عملية التسجيل، وصلت ما يقارب لحد هذا اليوم 14 مليون و900 ألف ناخب حدثوا بياناتهم البايومترية، والذين استلموا بطاقاتهم البايومترية ما يناهز 12 مليون و850 ألف ناخب لديهم البطاقة البايومترية. افتتحت جميع مراكز التسجيل في عموم العراق والبالغة 1079 مركز تسجيل، بالإضافة إلى تسيير المفوضية لأكثر من 1168 فرقة جوالة في عموم محافظات العراق، بغية تسجيل أكثر عدد من الناخبين واستلامهم لبطاقاتهم البايومترية لرصانة الانتخابات. التحديث وصل أكثر من 60% في هذه المرحلة، وباقي عملية التسجيل والتحديث إلى غاية 31 آذار. إن شاء الله نتوقع خلال هاي الشهرين تحدث طفرة كبيرة في عملية التحديث، لأنه جهود المفوضية مستنفرة بكل كوادرها لزيادة نسبة التسجيل البايومتري. ما المشاكل التي تواجهنا فقط هي الناخبين والمواطنين في عدم مراجعتهم وتعاونهم مع الفرق الجوالة التي تجوب الشوارع والمحلات من أجل تسجيل المواطنين. وأخص يعني بالذكر هنا المواليد الجديدة اللي هي تدخل لأول مرة إلى الانتخابات، مواليد 2001 2002 و2003، لأنه القانون نص على الانتخاب لمن يحمل البطاقة الإلكترونية، وهذه المواليد لا يحملون البطاقة البايومترية ولا الإلكترونية حاليا، فنرجو ونناشدهم بأن يتوجهوا إلى مراكز التسجيل لتحديث بياناتهم، لتتمكن المفوضية من إصدار بطاقات بايومترية لهم لضمان حقهم في التصويت. طيب نعم. يعني أستاذ حازم، الأول من آذار نهاية تسجيل الأحزاب وقوائم المرشحين الراغبة بالمشاركة طبعا في الانتخابات، أين وصلت أعداد الأحزاب حتى الآن والتحالفات السياسية؟ بالنسبة للأحزاب المسجلة حاليا رسميا في المفوضية، وكما أعلنها السيد رئيس مجلس المفوضين في المؤتمر الصحفي في يوم الخميس، بلغت 235 حزب مسجل لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا، وهناك أربع تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الانتخابات كتحالفات، والباب مفتوح لحين 1 آذار كما بينتي للتسجيل الأحزاب والتحالفات والمرشحين. طيب يعني هنالك حراك سياسي لتعديل بعض فقرات قانون الانتخابات، يعني ما الفقرات التي يراد لها التعديل على اعتبار أن استعداداتكم تسير وفقا لبنود هذا القانون؟ بالنسبة للمفوضية كل استعداداتها وخططها العملياتية واللوجستية والخطة الزمنية تعمل عليها تعمل وفق القانون المصادق عليه والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية، وكل استعداداتنا تسير على ما موجود ومقر ومصادق عليه ومنشور في الجريدة الرسمية. أما فيما يدور من تعديلات في أروقة السياسة والبرلمان، نحن ننتظر هذه التعديلات، والمفوضية هي جهة فنية تتعامل مع القانون الذي يصدر من مجلس النواب. طيب يعني هنالك توجيهات يعني مشددة تمنع انتقال موظفي المفوضية بين الدوائر، يعني لماذا هذا المنع؟ ليس موظفي المفوضية، وإنما تمنع الناخبين من الانتقال من دائرة إلى أخرى أو محافظة إلى أخرى، ووضحنا بأن هناك أسباب فنية وأسباب حسابية في عملية احتساب المقاعد، لأنه حساب المقاعد في كل دائرة انتخابية كان على عدد الناخبين المواطنين الساكنين في هذه الدائرة، فعند السماح بالانتقال ستختل هذه الموازنة، بالإضافة إلى أنه القانون الذي أقره مجلس النواب وقسم فيه الدوائر الانتخابية إلى 83 دائرة انتخابية فرض علينا المحافظة على هذه الدوائر في الانتخابات السابقة عندما كانت
كان العراق 18 دائرة انتخابية كنا نسمح بالانتقال في المحافظة أينما أراد الناخب، ولكن لتقسيم الدوائر الانتخابية لهذا العدد حفاظا على الديموغرافية المناطق والحسابات التي قسمت عليها عدد المقاعد لكل دائرة تم هذا المنع. طيب يعني ذكرت حضرتك مفوضية الانتخابات تعزو منع التنقل بين الدوائر لأسباب فنية، ما هذه الأسباب الفنية؟ أسباب الفنية هي عملية الانتشار الذي سيقع، لأنه القانون حدد في هذه الانتخابات بأن تكون البيانات تحمل على أجهزة التحقق على مستوى المحطة، وهذا يحتاج إلى جهد كبير من المفوضية لتسقيط هذه البيانات في فترة زمنية تسبق الانتخابات لبرمجة الأجهزة على عدد الناخبين في كل محطة حصرا، ولا يكون أكثر من محطة في جهاز واحد أو أكثر أو مركز تسجيل كامل في جهاز واحد، حفاظا على نزاهة ورصانة الانتخابات. سيكون فقط عدد الناخبين في المحطة هو في الجهاز، ولا يسمح لأي ناخب لا ينتمي إلى هذه المحطة التصويت في هذا. فهذه تحتاج إلى إجراءات فنية كثيرة وسلسلة إجراءات معقدة تتخذها المفوضية من أجل رصانة وشفافية الانتخابات. طيب يعني أستاذ، بعد أن يعني تم تحديث بطاقة الناخب البيومترية، هل كشفتم أن هنالك تكرار في الأسماء؟ طيب هل هنالك فرق في الأعداد؟ بالنسبة للتحديث البايومتري يمنع كل الحالات التكرار ولا يسمح بتكرار، لأنه التحديث البايومتري كما تعلمون هو يأخذ البصمات الحية للناخب بالإضافة إلى الصورة، صورة الناخب. يعني هل وجدتم أسماء متكررة في عملية التحليل البيانات جاري حاليا في المركز الوطني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد انتهاء عملية التحديث سيتم تحليل ومقاطعة كافة البيانات ويفرز ما كان مكرر ويلغى من سجل الناخبين. طيب بالنسبة لمخيمات النازحين، كيف سيتم التعامل معهم؟ حاليا المفوضية تسير فرق جوالة في المحافظات التي تشهد التي تحتوي على مخيمات النازحين، وهذه الفرق الجوالة تقوم بتحديث وتسجيل النازحين في مخيمات نزوحهم وخارج المخيمات. نعم، ونسبة التسجيل وصلت إلى نسبة جيدة في داخل المخيمات،